كل دورة أولمبية بيكون أمنية المتابعين هي تتويج البعثة المصرية بأكبر عدد من الميداليات، لكن الحلم الأكبر هو تحقيق ميدالية ذهبية عشان يترفع العلم المصري ويتعزف النشيد. آخر مرة حصلت مصر فيها على ميدالية ذهبية وتعزف فيها النشيد الوطني كانت في أثينا 2004، لما قدر كرم جابر بطل المصارعة المصري يحقق الميدالية الذهبية. مصر حصلت على 7 ميداليات ذهبية طوال تاريخها الأولمبي، لكن الحقيقة إن النشيد الوطني اتعزف 8 مرات طوال تاريخنا الأولمبي، مش 7 بس. بدأت مصر المشاركة الأولمبية في ستوكهولم 1912 وما حققتش أي ميدالية في أول 3 مشاركات، وأخيراً في أولمبياد أمستردام 1928 حققنا 4 ميداليات متنوعة، منهم ذهبيتين وفضية وبرونزية. وهنا في أولمبياد أمستردام اتعزف النشيد المصري لأول مرة، لكنه ما اتعزفش مرتين بس، اتعزف 3 مرات. بعد فوز السيد نصير بذهبية رفع الأثقال وإبراهيم مصطفى بذهبية المصارعة، حقق فريد سميكة ذهبية الغطس قبل ما تتسحب منه بعدها بيومين أو 3 تقريبا. فريد سميكة بطل مصري في رياضة الغطس، وقبل أولمبياد أمستردام بسنتين كان مسافر أمريكا لاستكمال دراسته، وهناك واصل تدريباته على رياضته المفضلة الغطس. نجح فريد سميكة في تحقيق برونزية منافسات 3 متر للسلم المتحرك، والأزمة كانت في منافسات 10 متر للسلم الثابت. كانت البداية بفوز فريد بالميدالية الذهبية، لدرجة أنه تم تسليمه الميدالية وعزف النشيد الوطني المصري. فريد كان تغلب على الغطاس الأمريكي بيتي داس جاردنز، واللي فريقه رفض النتيجة. اعترض الفريق الأمريكي وطلبوا بإعادة النظر في النتيجة، وقدموا احتجاج بأن مجموع نقاط الغطاس الأمريكي أعلى من فريد سميكة. وبعد يومين قرر حكام المنافسة التصويت من جديد على القرار، ووقتها اختار 4 من 5 فوز الغطاس الأمريكي بالذهبية، وإن فريد سميكة يكون في المركز الثاني، مقابل حكم وحيد اختار استمرار النتيجة زي ما هي. وطبعاً الأغلبية رجحت كفة الغطاس الأمريكي. فريد سميكة رغم حزنه وقتها لكن تقبل النتيجة وسلم الميدالية الذهبية وحصل على الفضية، ووجه رسالة للجنة التحكيم إنه حيجي دورة الألعاب الأولمبية المقبلة عشان يتوج بالذهبية. على العكس تماماً كان الأمريكي جيمس راين مدرب فريد سميكة، اللي أعرب عن غضبه برمي الكرسي في حمام السباحة، واتهم لجنة التحكيم بالعنصرية وتغيير النتيجة لأن الغطاس الأمريكي أبيض، وصمم إنه حيرجع تاني عشان يتوج بالذهبية بلاعب من غير أصحاب البشرة البيضاء. ورغم إن مصر لم تشارك في الأولمبياد التالية في لوس أنجلوس 1932، إلا إن فريد سميكة نجح في نفس السنة إنه يحقق لقب بطولة العالم، وكمان مدربه قدر يصنع بطل يدعى سامي لي، أمريكي من أصل كوري، وحقق الذهبية مرتين، الأولى في لندن 1948 والتانية في هلسنكي 1952. أما فريد سميكة فكمل حياته في أمريكا ومنساش شغفه التاني بعد السباحة وهو الطيران، فالتحق بالجيش الأمريكي وشارك في الحرب العالمية التانية. وزي ما كانت نهايته حزينة في الأولمبيات بسحب الميدالية الذهبية منه، فكانت نهايته حزينة كمان في الحياة بوفاته مقطوع الرأس على يد الجيش الياباني. سامي لي زي ما كان خليفة سميكة، فكان هو كمان مكتشف وفاة صديقه لما تعرف على رأس سميكة خلال زيارته لأحد معسكرات الجيش الأمريكي.